وعن تركيب الدعامه في معتقد تاني برضو كذبه ابريل كده معتقد مشهور قوي باشا، وتلاقي المريض قاله لك يعني انا خايف الدعامه تتحرك من مكانها تضغط على عصب تضغط على شريان تعمل مشكله حقيقي، وده برضه معتقد احترمه في الناس بالظبط يعني الحاجات دي بقى احترمها بالظبط، ده كلام معينين مش كلام مروجين، ونقدر نقول للمريض لانه غير دارس طب كلام عقلاني لانه ما يعرفش بتركب ازاي وايه اللي بيسندها من ورا وايه اللي بيسندها من قدام، فهو خلي بالكم من حاجه يا جماعه في كلام لما انا كدكتور او ضيف العزيز الدكتور محمد بيه كدكتور يسمعه من مريضه تلاقينا بنستقبل السؤال بابتسامه جميله وتلاقينا هاديين وتلاقينا بنجاوب مهما لو سمعناه كل يوم هنجاوبه بالتاكيد لانه ده كلام محترم صح، في كلام ينرفز بقى صح، مش بنتنرفز ما حدش بيتنرفز من الدكاتره او انا ما بتنرفزش والدكتور محمد ما بيتنرفزش، بس لما تسمع بقى كلام الاشعاع اللي هو بقى ايه هو انا لو ركبت الدعامه هركب هيدمر الجسم، هتبدا بقى تسالني سؤال اسئله انا عارف هي جايه منين، تمام تمام صح كده مظبوط زي ما بقى حد يقول لي انا بنعالج السكر بالاعشاب مثلا بالظبط بيحصل. فردا على الجزئيه اللي حضرتك اثرتها هي فعلا المريض لانه غير دارس للطب فممكن يتهيأ له فعلا ان الدعامه، طب انت يا دكتور بتفتح فتحه وتحط الدعامه، طب ايه اللي بيثبتها؟ هل انت بتثبتها بغرز من جوه؟ نقول له لا. طب هي بتثبت ازاي؟ وده طبعا شيء عقلاني، فلازم نوضح له ان الدعامه بتثبت لانها وزرعت داخل اسطوانه سبحان من خلقها، محددة المعالم من جميع الجهات من اسطوانة من الجهات ومن الأمام ومن الخلف، الأهم من كده إن خلفية الاسطوانة عظمة الحوض وبالتالي إن هذه الدعامة من الخلف لا يمكن أن تتحرك مكانها، الوراء حائط سد اسمه عظمة الحوض، ومن الأمام لا يمكن برضو تتحرك لأني سبحان من خلق فسوى، نهاية الاسطوانة فيها ألياف بيسموها دي كاسيتد يعني متشابكة وكثيفة جدا في هذا المكان اللي هو من المفترض ان هو يكون الدعامة نهايتها فيه، فبالتالي الحتة دي يستحيل انها تخترقه ولا من الخلف يستحيل انها تخترقه، ومن الاجناب طبعا هي مالية الفراغ كله وده غلاف سميك جدا لا يمكن انها تخترقه، ده للتوضيح للمريض وهو معذور بهذا السؤال ووجب التوضيح.